بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من جوه الصيدليه، انا عمرو ابو بكر. النهارده حلقتنا نجاوب فيها على سؤال: هل اخد سكسندا، هل اخد فيكتوزا، ولا اخد ريبولسس، وايه الفرق ما بين كل الحاجات دي؟ طبعا خلينا نقول ان الحلقه النهارده مفيده جدا، اولا لمرضى السكر، تاني حاجه للناس اللي بتدور على حاجه ممكن تخسسهم فعلا وتكون امنه. كنت زمان عملت حلقه عن تجربتي مع السكسندا، ومؤخرا عملت عن اجدد حاجه نزلت السوق الريبولسس. الحلقه دي هنجاوب على الاسئله دي علشان اسهل عليك الموضوع لو انت عايز تكمل لاخر الفيديو ولا لا. ايه هي الماده الفعاله وبتشتغل ازاي؟ ايه الفرق ما بين الفيكتوزا، السكسندا، الاوزامبيك والريبولسس؟ هل ممكن استخدم الريبولسس مع الكيتو دايت ولا لا؟ النتيجه هتبان امتى يا دكتور؟ بما انه علاج للسكر، هل ممكن يضرني لو انا ما عنديش سكر وخدته للتخسيس ولا لا؟ هل هو بيخسس اماكن معينه في الجسم ولا بيخسس الجسم كله؟ واخر سؤال هنجاوب عليه: هل ينفع استخدمه مع تكيس المبايض ولا لا؟ حلقه دسمه جدا كالعاده، خلونا نبدا بسرعه. زي ما قلت لكم انا عمرو بكر ودي جوه الصيدليه، ويلا بينا نبدا. يلا بينا نبدأ. بصوا يا جماعه، الماده الفعاله اللي احنا بنتكلم عليها النهارده اسمها GLP-1 بالعربي كده، اللي هو نقدر نقول عليه اللي هو هرمون الشبع، بيفرزه الانسان لما بياكل، اسمه الانكريتين. هرمون الشبع ده وظيفته مهمه جدا، ومن اسمه كده المفروض ان هو يخليك تشبع، يخليك تحس انك خلاص مش قادر تاكل ومعدتك مليانه، وكمان يروح رايح للمخ يقول للمخ ان انت شبعان بطل اكل، يسد شهيتك عن الاكل. وتالت حاجه ان هو يروح للبنكرياس ويخلي البنكرياس يفرز شويه انسولين، ووظيفه الانسولين ده زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت ان هو ياخد السكر من الدم يروح وديه للانسجه بحيث انها تحرقه وتستخدمه كمصدر للطاقه. لما سد الشهيه وطلع السكر من الدم فيبدا الجسم ما بياكلش، ما بياخدش مصدر سكر من بره، حرق اللي جوه، يبدا يستغل المخزون اللي عنده سواء من السكر او سواء من الدهون، يحرق علشان يديك طاقة. في حالة مرضى السكر هو بيخلي السكر مظبوط، لان هو بيقلل السكر، وكمان ما بيخليكش تحتاج تاخد انسولين من بره او تاخد ادوية من بره تبدأ تنشط البنكرياس انه يطلع سكر، لان هو بيعمل المفعول ده. تاني حاجة ان من مضاعفات مرضى السكر ان انت تبدأ تاكل فتبدأ تتخن وهكذا، فيبدأ يخسسك ويرجعك طبيعي، فتقل مقاومة الانسولين وتبدأ تكون انسان طبيعي حافظ على كل الاورجنز في جسمك. هو ده طريقة شغله. طيب السؤال دلوقتي، لو انا عندي الهرمون ده موجود في جسمي، طب يا دكتور انا ليه اخده من بره؟ بالظبط كده، السؤال ده مهم جدا. بس الهرمون موجود في جسمك، لكن جسمك اول ما بيفرز الهرمون ده بيروح مكسره. لما بيكسره تقريبا ما بيقعدش دقيقتين على بعضه في جسمك مع بعض الناس، علشان كده احنا بناخد الانالوج بتاعه من بره، المصنع من بره اللي هو ممتد المفعول ويخليك تقعد فتره اطول. علشان كده احنا لما بناخده من بره ويدينا كل التأثيرات اللي انا قلت لسه عليها من شوية، بيبدأ يخلي مريض السكر يتحسن عليه كويس جدا، وكمان يساعده ان هو يخس، ودي نقدر نقول عليها نتيجة مرغوبة من كل الناس. خلينا دلوقتي نروح للسؤال الثاني، اللي هو ايه الفرق ما بين الفيكتوزا، السكسندا، الترولوسيتي، الاوزومبيك، ريبولسس. اول حاجه كلهم حقن ما عدا الريبولسس اللي هو اقراص. الفيكتوزا والسكسندا الاثنين حقن بتتاخد تحت الجلد بشكل يومي، مع ان الفيكتوزا والسكسندا هم نفس الماده الفعاله، لكن السكسندا هي اللي واخده ابروفل من الاف دي اي على ان هي دواء تخسيس. الفيكتوزا هي السكسندا، وهو هو نفس كل حاجه. الفرق السكسندا بتديك لحد 3 مللي جرام في الوان انجكشن، فانت لو عايز توصل لجرعات عاليه هتروح للسكسندا، لكن انت ممكن تاخد الفيكتوزا وتديك نفس النتيجه. المشكله مع الفيكتوزا والسكسندا انها بتتاخد بشكل يومي، فانت الشكشكه دي بتحس بشكل يومي، ولما بتوصل الجرعات العالية من السكسندا علشان تبدأ تدي معاك ريزلت بتبدأ تحس بلوعة نفس وغممان بشكل مش طبيعي، وكمان في ناس كتير بتحس باكتئاب. علشان كده ناس كتير بتفضل ان هي تروح من السكسندا وتروح رايحة على حاجة زي الاوزامبيك. ايه هو الاوزامبيك والترولوسيتي وايه الفرق ما بينهم؟ بصراحة يا ابراهيم انا بحب اسئلتك دي والله، يعني جميلة الاسئلة بتاعتك. الترولوسيتي والاوزامبيك الجرعة بتاعتهم بتتاخد بشكل اسبوعي، يعني انت بتاخدها مرة واحدة في الاسبوع. الاوزامبيك بيبدا بربع، وبعد 4 اسابيع من استخدام الربع تبدا تزود الجرعة لنص، وبعدها بشهر او اكتر ممكن تزود الجرعة لحد لما توصل ل1 ملي جرام.
في الاسبوع. بصراحه الاوزمبيك حلوه جدا، نتائجه حلوه جدا، الناس بتحب فكره ان هو بيتاخد مره واحده في الاسبوع، لا شكشكه كل يوم ولا وجع دماغ ولا احساس الاكتئاب اللي انت كنت بتحسه مع الساكسندا. علشان كده الاوزمبيك يمكن من اكتر الحاجات اللي مشهوره دلوقتي وموجوده في كل مكان، وبتستخدم حلو جدا 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 في موضوع ايه، مرضى السكر النوع الثاني، وكمان للتخسيس، وده الشريحه الاكبر علشان ما نضحكش على بعض. هو نعم هو بيستخدم مرضى السكر، لكن بيستخدم اضعاف اضعاف مع التخسيس. دلوقتي احنا هنتكلم على اخر حاجه نزلت السوق اللي هي ريبالسز. الريبالسز الوحيد اللي عباره عن اقراص، الجرعه بتتاخد يوميا قرص كل يوم اول ما بتصحى من النوم على معده فاضيه، تستنى من نص ساعه لساعه علشان تبدا تاخد او تشرب اي حاجه. لما تيجي تستخدمه بتحط عليه شويه ميه قليلين، يدوب ميه كده علشان ما يتاثرش الاقراص وتبدا تتكسر ومفعولها يروح. ميزته ببساطه جدا ان هو مش حقن، مش شكشكه، فالناس اللي ضايق من موضوع الحقن ده هم بيعملوا. ميزته بما انك بتاخد القراص كل يوم فالى حد ما بيحسسك بنوع من الالتزام النفسي والمعنوي، بتحس ان انت مادام بتاخد الموضوع ده فانت مش عايز تخش في موضوع انك تاكل او تعمل حاجه زي كده، مع انك في الاخر لما بتاخد ريبالسز او الاوزمبيك ما بتحسش اصلا انك عايز تاكل او قادر انك تاكل اصلا. لو انت عايز تفهم اكتر عن موضوع الريبالسز وموضوع ازاي بيشتغل وامتى وفين، يبقى انصحك انك تروح تشوف الفيديو بالكامل، هو موجود وهحط لك اللينك في اخر الحلقه او في الديسكريبشن تحت عشان تقدر ترجعه للفيديو علشان تاخدوا المعلومه بالكامل. نرجع بقى للسؤال الثالث معانا دلوقتي اللي هو هل ممكن استخدمه مع نظام الكيتو ولا لا؟ اولا كده مفيش حاجه تمنعك انك تستخدمه، وان كنت انا شخصيا افضل انك تبطل كيتو وتبدا تروح لحاجه لو كارب، لانك اصلا مش هتقدر تكمل وهو هيبدا يديك نتيجه كويسه جدا جدا. السؤال الرابع دلوقتي، لو انا استخدمته النتيجه هتبان في امتى؟ نتيجه التخسيس هتبان معايا قد ايه؟ لان ده سؤال مهم جدا ويمكن كلنا بنساله وكلنا عايزين نعرفه. لما هستخدمه هخس قد ايه؟ بدايه هتبدا تحس بسددان الشهيه وانك مش قادر تاكل بعد 10 ايام ل 15 يوم من الاستخدام. هتبدا تحس ان القمصان خفت عليك وان القياسات قلت عليك بعد شهر. هتبدأ تنزل على الميزان بعد 45 يوم. يعني احنا ممكن نقدر نقول لو احنا هنحولها للكيلوز، وانا دايما ما بحبش احولها للكيلوز لان الموضوع بيختلف من واحد للتاني، ممكن واحد يزيد واحد يبقى قليل. هو الموضوع من 5 ل 7 كيلو في الشهر، في ناس وصلت ل 10 و12 كيلو وفي ناس اقل من كده. اللي نقدر نقول عليه من 5 ل 7 كيلو ده اقل حاجه انت ممكن تخسها لو انت استمريت على الموضوع ده وما كانش فيه اي مشاكل اخرى. السؤال الخامس بقى يا احمد هو لو هو علاج للسكر هل هيضرني لو انا اخدته للتخسيس ولا لا؟ خلينا نقول ان النوعية دي بتعتبر من احدث وافضل الادوية المتاحة لعلاج السكر من النوع التاني، خلينا متفقين عليه وهو متصنع كده، لكن مفيش منه اي ضرر او مانع الاستخدام لو انت هتستخدمه للتخسيس، الا لو كان حد في العيلة عنده سرطان في الغدة الدرقية او احتمالية ان يجي لك سرطان في الغدة الدرقية موجودة وفي العيلة، فانت عندها ممنوع انك تستخدم GLP-1 ولا اي حاجة من الحاجات دي. السؤال السادس، هل هو بيخسس اماكن معينة من الجسم زي البطن والارداف مثلا ولا بيخسس الجسم كله؟ هو بيخسس الجسم كله علشان اكون صريح معاكم، وهتلاحظ الخسسان اكتر في الجناب في البطن وبعد شوية في الارداف علشان نكون عارفين هنخس من ايه. سؤالي الاخير، هل ينفع استخدمه مع مرض تكيس المبايض؟ طبعا ينفع نستخدمه، بما ان زياده الوزن من الحاجات المرتبطه جدا بموضوع تكيس المبايض، بالاضافه لمقاومه الانسولين بتكون السبب او بتكون نتيجه لموضوع تكيس المبايض، فاحنا لما هناخد حاجه زي GLP-1 هتساعدنا بشكل كبير جدا على موضوع التخسيس، على موضوع مقاومه الانسولين، وبالتالي تبدا تسهل من علاج تكيس المبايض مع السبلمنتس والفيتامينات اللي كنا اتكلمنا عنها في فيديو كامل عن موضوع تكيس المبايض، ممكن برضو تشوفوه لانه هو هيساعدكم كتير لو كان الموضوع ده يهمكم. انا كده خلصت الاجابه عن الاسئله النهارده. سؤالي ليكوا دلوقتي، لو انت بتفكر انك تستخدم حاجه، هل هتستخدم حقن ولا هتستخدم اقراص؟ هل هتستخدم الديلي اللي هو اليومي ولا هتستخدم الاسبوعي ولا هتفضل الاقراص؟ ولو كنت استخدمت حاجه قبل كده يا ترى استخدمت ايه؟ النتيجه اللي انت لاحظتها قولوا لنا في الكومنتات وخلينا نتشارك مع بعض ونفيد الناس التانيه. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقه جايه في اجابه عن اسئله جديده من جوه الصيدليه. كان معاكم عمرو ابو بكر.
you.